وسريعا بقى هنطير للجزائر لمحافظة بشار هناك، ومعانا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي اللي هيطمنا على بعثة النادي الأهلي هناك. أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي أينما كنتم. عاد على شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي كواليس مباريات البطولة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي على موعد في مواجهة هامة ومرتقبة، شبيبة الثورة الجزائرية والنادي الأهلي المصري هنا في الجزائر وبالتحديد في ولاية بشار. يمكن لو بنرجع سريعا يا شيما طبعا لرحلة الطيران اللي كانت رحلة مرهقة وشاقة جدا على الجهاز الفني والنادي الأهلي بشكل عام. الرحلة أبدأ معاك يا شيما، انطلقت في تمام الساعة 9 صباحا يوم 15/1 اللي تم تحديده من الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ. يمكن الوقت المحدد هو 4 ساعات للوصول إلى مطار هواري بومدين. مباشرة عقب الوصول توجهنا إلى فندق الإقامة، عدد 7 ساعات تواجد فريق النادي الأهلي في هذا الفندق لمدة 7 ساعات، وتم تحديد رحلة أخرى على الطيران الجزائري الداخلي للوصول إلى ولاية بشار. يمكن الرحلة كانت محدد ليها في تمام الساعة 10 بتوقيت الجزائر، لكن سوء الأحوال الجوية يمكن طبعا مأثر بشكل كبير جدا. درجة الحرارة بالليل هنا بتصل إلى 2 و3، ويمكن يوم المباراة كمان هتصل إلى 1 و2. الأمر يمكن صعب شوية هنا في الجو، وده أثر كمان على حالة الطيران. الطيارة اتأخرت 60 دقيقة. يمكن الجهاز الفني واللاعبين والبعثة الإعلامية المرافقة لفريق النادي الأهلي تواجدت داخل الطائرة لمدة 60 دقيقة. الرحلة كمان يمكن الداخلية كانت المفروض تبقى 1.5 ساعة، لكن اتأخرت بشكل كبير. وصلنا إلى ولاية بشار في المطار الخاص بولاية بشار في تمام الساعة 1:30 ليلا. الفندق الإقامة قريب شوية من المطار، يمكن دي الحاجة اللي ريحت بشكل كبير لعيبة النادي الأهلي، لأن الرحلة كانت مرهقة، اللعيبة مجهدة بشكل كبير، ترانزيت وفندق إقامة ثم طيران داخلي والتوقيتات مختلفة يا شيما. لكن زي ما بنأكد وبنقول في كل رسائلنا، النادي الأهلي يمكن واجه صعوبات أكبر من كده، سواء في البطولة الأفريقية أو في بطولة الدوري العام أو في أي بطولة النادي الأهلي أما بيروح أفريقيا الامر بيبقى اصعب من كده. لكن الظروف دي بجانب الظروف الفنيه اللي بتواجه النادي الاهلي دي اللي يمكن مسببه يمكن بعض القلق شويه. احنا عندنا ظروف فنيه صعبه جدا، غيابات كثيره جدا لفريق النادي الاهلي في كل مباراه، وبالتحديد لو بتكلم معاكي على الغيابات، احنا عندنا 3 فراوده مش متواجدين في هذه المباراه، مروان محسن وصلاح محسن ووليد ازارو. امر فنيا بيكون صعب على الجهاز الفني، لابد يكون في بديل، لابد يكون في تغيير للتكتيك الخاص بفريق النادي الاهلي. نعلم جيدا ان اللعيب اللي متواجد في القائمه لعيب جاهز، ولابد يكون جاهز في اي وضع يكون متواجد فيه، لكن ظروف فنيه بنحاول ان احنا نضع كل جمهورنا في هذه الظروف، لان اما بنفوز او الفوز بيتحقق في هذه الظروف بيكون الفرحه كبيره جدا، وبيكون فوز مهم جدا ومطلوب لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي بياخد خطوات ثابته للامام في بطوله الدوري العام او في بطوله دوري ابطال افريقيا، وفوزه الاخير على فريق فيتا كلاب ان شاء الله باذن الله يكتمل سلسله الانتصارات لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي بدايته في النسخه الاخيره ما كانتش موفقه، ان شاء الله باذن الله هذه النسخه النادي الاهلي يبدا بدايه موفقه تساعده باذن الله للوصول للمرحله النهائيه، ومنها ان شاء الله لتحقيق البطوله التاسعه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. كالعاده طبعا يا شيما حابين نوجه الشكر يمكن لبعض الافراد هنا على التنسيق الكبير جدا اللي بيقوموا بيه مع الاستاذ خالد الدرنالي طبعا امين الصندوق وعضو مجلس اداره النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. حابين نوجه الشكر طبعا للاستاذ علاء الزغبي مدير الشؤون الماليه لشركه المقاولون العرب، الاستاذ اسامه تمام ثابت المدير الاداري، وايضا الاستاذ ايمن فؤاد مدير المشروع لشركه المقاولون العرب بولايه بشار بيقوموا بدور كبير جدا، وبالتحديد الاستاذ علاء الزغبي بيقوم بكافه التسهيل الخاصه بفريق النادي الاهلي من التنقلات التواصل مع المسؤولين هنا في السفارة. أيضا كمان سفارتنا هنا بتقوم بدور كبير مع الأستاذ علاء، لكن يمكن في بعض الظروف هنا كانت ممكن الأمور تبقى صعبة شوية لو ما تمتش، فحابين إن احنا طبعا من خلالك نوجه لهم كل الشكر والتقدير على كل الأمور اللي بيقوموا بيها لمساعدة فريق النادي الأهلي. النادي الأهلي ممثل لمصر في هذه المباراة وفي هذه البطولة، فأكيد طبعا تعاون كبير من المتواجدين سواء في شركة المقاولون العرب وأيضا كمان في سفارتنا هنا في الجزائر. تم تحديد التدريب الأول لفريق النادي الأهلي يا شيما هيكون إن شاء الله في تمام الساعة 5، الساعة 6 هتكون عندكم في القاهرة في فرق ساعة. طبعا كان طبعا في بعض القيل ان يكون التدريب الساعة 8 مساء هو ميعاد المباراة، لكن من الواضح ان فريق شبيبة الثورة الجزائري تم تحديد تدريبه في تمام الساعة 8، وهو تدريب هيكون يوم المباراة، هيكون هذا الوقت والتوقيت المحدد له من الاتحاد الافريقي. اللائحة طبعا الخاصة بالاتحاد الافريقي بتقرر ان يكون النادي الاهلي او اي فريق بيلعب على نجيل صناعي يكون في تدريبتين على الملعب الرئيسي، وبالفعل النادي الاهلي تمسك بهذا الامر. النادي الاهلي
سيخوض تدريب اليوم وتدريب الغد على الملعب الرئيسي اللي هيستقبل مباراة النادي الأهلي وشبيبة الثورة، وهو ملعب 20 أغسطس بيسع ل 20,000 مشجع. أكيد هيكون في عدد كبير جدا من الجمهور الجزائري والمساندين كمان لنادي شبيبة الثورة، هو ممثل الجنوب في ولاية بشار. النتائج بتاعته طبعا بالنسبة للمباريات الماضية مش مقياس خالص، إن احنا نقول إن النادي مثلا شبيبة الثورة اتغلب في المباراة الأولى بتيجي 3-0 عنده إخفاقات في الدوري الجزائري. مباراة النادي الأهلي بتكون مختلفة بشكل كبير جدا يا شيما، زي ما أنت عارفة كلها بتكون مباراة بطولة لكل الفرق، وكمان أيضا كمان في البطولة الأفريقية الظروف والأمور والجو العام والطقس بيكون في اختلاف كبير جدا، وأيضا كمان مع مساندة الجمهور عندهم حافز وعندهم دافع، لكن حالة اللعيبة وحالة التركيز والحالة البدنية والمعنوية اللي احنا لامسينها وشايفينها في معسكر فريق للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تنعكس على فريق النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني وعلى مستر مارتن لاسارتي لحصول على نقاط هذه المباراة. كالعادة شيما إن شاء الله نكون متواجدين معاكم تابعين لحظة بلحظة بننقل كل الأخبار وكل الكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي. يكون أيضا كمان معنا عدد من اللقاءات الأستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثة، كابتن سعد عبد الحفيظ، إن شاء الله بإذن الله من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كواليس خاصة وحصرية على شاشتنا كل الأخبار والخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي. يكون معاك وشيما بإذن الله، عودة ليك يا شيما. شكرا لك كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي متواجد.